بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مثل ما وعدناكم بأنه راح نلتقي بالبطل عباس رشيد وراح نجاوب على أغلب الأسئلة اللي طرحتوها. حياك الله كابتن. أهلا وسهلا بك أستاذ الغالي، الله يحفظك. الله طبعا باسمي واسم المتابعين بارك لك على الفوز اللي حققته ببطولة العراق لقاعات الأهلية. الله يبارك لكم، الله يديك، الله يخليك. حكينا عن بداياتك أنا بدايتي أول ما تمرنت يعني في سنة 2016 يمكن بصالة النجاح، استمر السنة تقريبا، بعدين انتقلت إلى القاعة، التزمني كابتن سيف التركي، وأنا شكرا على من خلالكم لأن ما قصر وياي، وقف وياي وقفة أخوي يعني مدرب اللي لمسته خاصة يعني، وصلنا مرحلة، بعدين تحولت لمدرب آخر وهو أنور عطية الأسدي، أما شكرا له، وأخذنا وياه نزلنا بطولة محافظة في سنة 2019. حصلت على المركز الاول في وزن 60، بعدين التزمني كابتن مرتضى الاسباني، نزلت بطولة قاعات الاهلية الثانية وزن 60، حصلت على المركز الاول الحمد لله، ويعني كان فترة محددة خلال شهرين يعني بين الفرق مع الكابتن مرتضى الاسباني، يعني لمست يعني مدرب رائع يعني مش ما كان. نوجه تحية لكل المدربين اللي التزموا الكابتن عباس وأشرفوا على تدريبه. أعتقد مركز النجاح تدريب أستاذ عصام، كان أستاذ عصامي أول سنة. دائما يسألون كابتن عباس قد طوله؟ طوله 164. 164 على وزن تلعب؟ على وزن 60، 60 أو 55. أنت بس 60 ومشارك هذا تنزل على 55 شلون؟ يطفونه هل 55؟ جاكم سيد عباس بعد ما يرحم. زين سيد، اكو سؤال مهم وهم بجانب انساني، اللاعب اللي او الانسان اللي بمرض السكر يقدر يمارس لعبه بناء الاجسام؟ يقدر طبعا، مسألة طبيعيه التزم. انا صحنا بالعكس افضل له، الرياضه افضل له مرض السكر، راح اصلا هو راح مني مارس راح السكر مالته يتنظم، والالتزام بالاكل والنظام الغذائي مالته همه راح مثل ما تقول شويه يقلل من المرض مالته. زين يقدر يستخدم مكملات او منحفات؟ مكملات طبعا يقدر، بس مكمل خاص يعني له، مو اي مكملات يستخدمين، يعني مثلا به السكر عالي يعني والله عند المنحفات ما يقدر لان هو مريض مال السكر، فشيء اكيد تدوى حالته هو اصلا ضعيف، لأن السكر تعرف بعد أنت يأكل بالجسم. وهواي يسألونه عن أفضل مكمل غذائي لزيادة الوزن، وهواي جاي يطرحون هذا السؤال. الضخامة عندنا شركة ماز جنر، شركة دوريان هو أفضل شركة، وعندك كيفن وعندك باد آز، هذه الشركات يعني معروفة على مستوى العالم. زين هذا أريد بس عضل صافي ما أريد يكسر. أفضل مكمل للعضل الصافي الأيزوليت. هم بعض الأخوة يسألون عن الأضرار المكملات، الأعراض الجانبية للمكملات. المكملات تعرف ماكو شيء ما بي إيجابي وسلبي، حتى إحنا كنا هذا الطبيعي ناكله بي إيجابيات وسلبيات، المكمل يأثر على الكلى تعرف، فإحنا نعالج إيش نشرب عن الماي، اللاعب ما يشرب ماي هواي أكثر بد 4-5 لترات باليوم لازم يشرب، هو أنت بناء جسم يعتمد على الماء، 70% بناء جسم هو الماء، إيه فضروري، فماكو شيء ما يأثر يعني. بس يعني تنصح اللاعب اللي يستخدم مكملات بأنه لازم يكون شركة رصينة، مو إكسباير، مخزن بشكل جيد، وكذلك يشرب ماء بكثرة. أكيد هو الماء ضروري والشركة يكون محترف بها يعني. زين بعض الأخوة يسألون بأنه الوقت المناسب للتمرين، الظهر، الصبح، العصر. يعني أفضل تمرين الصبح، يعني لأن هرمون النمو بعد نشاط الإنسان أول ما قال الصبح هرمون النمو يعني كامل 100% عنده، فهو أفضل تمرين للصبح، يعني كل ما يقل النهار راح يقل الهرمون، يعني الظهر يجوز يوصل 65% أو 70% اللي راح يقل منه، لما يوصل لحد الساعة 11 أو 12 يقل الهرمون عنده، فهو أفضل تمرين هو الصبح. زين كذلك سؤال يقول ايش قد وقت التمرين المناسب؟ احد يقول 45 دقيقه، واحد يقول لا انا اتمرن ساعتين، فنريدك انت كبطل عراق الوقت المناسب تعطينا الافضل. هو الافضل اذا فتره الاوف سيزون
45 دقيقة أو 60 دقيقة بالأكثر يعني. أما في ذا بطولات استعداد عندك حسب نوع العضلة، مثلا إذا عندك بنج وكيال أكثر شيء 60. الوحيد الرجل تقدر تأخذها ساعة ونص أو ساعتين، لأن تمرينها راح يصير أقوى عكس باقي العضلات. إيه يعني باقي العضلات تقدر ساعة لربع أو ساعة 60 دقيقة يعني بالأكثر يعني. زين، سؤال من المتابعين يقول: العادة السرية تأثيرها على لاعب بناء الأجسام؟ هي العادة السرية يعني دراسات وبحوث إنه ما تأثر، بس إحنا ما ننصح بها. أي لأن هي ما تنصح؟ لأن هي جانب لا أخلاقي أي وسلبي يعني، بالعكس راح يضر به يعني، حتى تأثر على مفاصله وبناء العضل يعني. إذن بيها سلبيات؟ طبعا بيها سلبيات يعني. واحد ذا مارس عادة السرية شلون يقدر يتمرن؟ ما يقدر. لا مو يصير عنده، يصير عنده إصابة ويصير عنده حتى يعني بالتمرين من يجي يعني بعد ايش قد فترة مناسبة يقدر يتمرن؟ يتمرن طبعا يوم يومين يعني. يعني مثلا مباشرة او فد ساعتين او ثلاثة راح يصير عنده إصابة حتمية؟ ما يقدر هو حتى يعني بالتمرين ما يصير عنده دفع، ما عاد ما يقدر يتمرن، يجي تعبان يعني بعد. زين، يسألون عن وجباتك فترة الضخامة، شنو الوجبات اللي تعدها أنت؟ طبعًا أنت الطبخ أنت تسوي له بالبيت يساعدونك. بالبيت. ليش دائمًا أبطال العالم نشوفهم هم اللي يعدون وجباتهم بنفسهم؟ بعد تعرف أنت، مو كل إنسان يعرف يطبخ. وجبات أنا باليوم 6 وجبات. يعني مع فترة الضخامة حتى فترة الاستعداد. بس شنو تختلف يعني فترة الضخامة؟ مثلًا كارب عالي. البروتين عالي، الدهون يعني مو هواي قليلة. أي فترة الاستعداد لا، الدهون نبتعد عنها والسكريات والنشويات كذا نبتعد عنها. يبقى الكارب والبروتين يبدي عالي، بعدين شوي تقلل به. منا لما نصفر الكارب يبقى بس البروتين. فترة استعداد آخر. فترة استعدادك يعني الاستعداد الخاص لخوض البطولة ايش قد يطول؟ والله مو سوى حسب نوع البطولة. يعني مثلا نقول بطولة العراق. بطولة العراق يعني شهرين او شهر حسب يعني حسب جسم اللاعب يعني، يعتمد على جسم اللاعب. اي لان جسم على جسم يختلف تعرف انت. اي اكو نحكي على وضعيتك. وضعيتي انا استعدي شهر يعني كامل، لان جسمي ناشف انا عضله يعني. اي يعني ما تعب عكس باقي اللاعب يعني. اكو لاعب لا مبلك يعرض لشهرين 3 4 ينشف يصير استعداد اقوى. سؤال يقول: عندي العضلات ما متساويه، شلون اعالج هاي الفقره؟ مثلا هذا البايسبس الايمن يختلف عن الايسر، شلون يعالج هذا الشيء؟ تمرين فردي يعني يعطي ترديدات اضافيه مثلا او سيتات اضافيه. نعطي مثلا عنده بالباي ضعيف، اعطي مثلا كيل بالدمبلس فردي او متعاقب، بس شنو اللي يبدا بالمنطقه اللي بها ضعف. المنطقه بها مثلا عند اليمنى ضعيفه واليسرى ما يبدا بالضعيفه، نفس الترديدات متساويه، بس شنو يبدا بالضعيفه عمو شنو راح تسوي المنطقه القويه. زين، اذا لاعب يريد يحافظ بس على لياقته ويريد شو مثل ما تقول يسوي له بدي على مود الملابس، ضروري يستخدم مكملات لو لا؟ لا مو ضروري، الاكل كافي يعني. الاكل على 6 وجبات ببروتين وبكارب وب ما يحتاج مكمل. احنا اذا طلعنا احتياج الجسم من الاكل من البروتين يعني، طلع احتياج جسم بروتين يعني من الاكل كلش كافي يعني. مثلا عندك وزن قول 80، الجسم قد يحتاج مثلا في 2 يعني 160 غرام بروتين. اذا طلع احتياجه من الاكل ما يحتاج مكمل غذائي، كلش كافي. وكارب عالي راح يضخم. زين، اذا عنده منافسات وبطوله؟ البطوله لا يختلف، لازم مكملات غذائية. فترة الاستعداد الايزو متعارف عليه، الايزو زيرو وايزو ليت. يسألون عن الهرمونات واستخدامها، يقول لك انا اريد اخذ بطولة، اريد اشترك ببطولة، ضروري استخدم هرمونات لو لا؟ هي مو شرط يعني، مو ضرورة، حسب اللاعب او حسب الكابتن مالته اللي ينصحه بهرمون ما ينصحه. بس هي ما ترجع لها، هي بعد مادة خطرة يعني، تأثر على الجسم على الكبد وعلى كل شيء يعني، حتى على الجنس تأثر. اي هاي من أعراضها الجانبية، تسوي عقم وعقم هاي سوالف. زين، تستاهل لعبة الحديد بأنه واحد يخاطب بنفسه؟ لا ما تستاهل.
دائما ننصح بانه واحد يظل بالامان وبالسليم ويعتني بغذائه واكو مكملات غذائيه، وشرطها مكملات لازم تكون من شركه معروفه، وحتى التاجر اللي يبيع يكون يعني مثل ما تقول ذمته سليمه ما يغش، وطريقه التخزين مالتها صحيحه، حتى واحد يحافظ على صحته لان الصحه هي تاج على راس الاصحاء. زين تمارين البطن يعني المعدة فترة الاستعداد الأوف سيزن معدة يعني قليلة تبس تحركها، أما فترة الاستعداد يعني أول شيء تأخذ كارديو خد 45 دقيقة، ترجع على المعدة حسب الأجهزة اللي عندك أو تتمرن بالأسلاك لها قد ألف باليوم يعني دقيقة ألف معدة فترة الاستعداد. زين هاي الألف ترديدة شلون مثل ما تقول منوعة تأخذها؟ توزعها مثلا تاخذ بالسيت اب اسفت اخذ 4 في 25 4 في 50 حسب يعني مقدره اللاعب، او بالسلك طحن جوانب اي رفع ساقين يعني متنوعه، كل سيت ياخذ 4 في 25 على حسب 4 في 15. كابتن تمارين البطن تاخذها بشكل يومي او بين يوم ويوم؟ خلال فتره الاستعداد بشكل يومي، يعني مثلا اذا فتره قليله اخر فتره بشكل يومي يعني، وذا بعد فترة يعني مثلا عندك استعداد مال بطولة المنتخب مال تختبر المنتخب، لا فترة استراحة ما اخذ معدة، بس لا ايام 3 ايام تمرين معدة مستمرة. زين انت تتمرن على تمارين البطن لرفع السيقان والسيت اب والغيره، غايتك تخفف وزن ولا غايتك تنمي العضلة؟ لا نمي العضلة وحرق الشحوم بها والسوائل زاد نطلعها لان الجسم راح يحرق. زين يقول لك كذا تمرن بطن صدرك يضعف وقدلتك تطيح والبايسوس ما اعرف شو يصير فيه. غلط ماكو شيء، لان عضله البطن او المعده حال اي عضله، هم لها وقت تمرنها ولها استراحه، لازم يعني عضله حال البنج حال الباي حال ايش. طبعا نتمنى لك التوفيق ونشكرك على هذا الوقت اللي اعطيتنا اياه، ونقل لك تحيات متابعيني على اليوتيوب، وكنا نوقف وياك ونحمسك ونشجعك، ونريد من عندك ان شاء الله انجاز دولي ما نكتفي بالبطولات المحليه، وتعطينا وعدها قدام المشاهدين على البطوله الدوليه ان شاء الله. اذا الله وفقنا ان شاء الله انجاز ان شاء الله ان شاء الله التوفيق ان شاء الله كابتن. إذا عجبتكم هاي الحلقة تعطونا لايك وتابعونا بحلقات جاية. أخوكم كابتن فرقة، تحياتي.